بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 124. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام تصرفات المريض المالية في عطية ونحوها، ذلكم أن حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حدود الشرع والرشد من غير استدراك عليه. أما حالة المرض فإنها تختلف عن ذلك، والصدقة في حالة الصحة أفضل من الصدقة في حالة المرض وأعظم أجرا. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض غير مخوف، أي لا يخاف منه الموت في العادة، كوجع ضرس وعين وصداع يسير، فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح، وتصح عطيته فيه من جميع ماله لأنه في حكم الصحيح، ولو تطور المرض بعد ذلك ومات منه، اعتبارا بحاله حال العطية، لأنه في حال العطية في حكم الصحيح. القسم الثاني أن يكون المرض مخوفا، بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة، فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس ماله، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت، وإن زادت عن ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، رواه ابن ماجه والدارقطني. ودل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء، ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به، فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالورثة فردت إلى الثلث المباح كالوصية. ومثل حالة المرض المخوف في حكم التصرف المالي حالة الخطر، كمن وقع الوباء في بلده، أو كان بين الصفين في القتال، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، فإنه في هذه الحالة لا يلزم تبرعه فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كالمريض مرضا مخوفا، ولا يجوز تبرعه في تلك الحال لأحد ورثته بشيء إلا بإجازة الورثة أيضا. هذا إن مات في هذه الحال. أما إن عوفي من المرض المخوف وخرج من الحالة الخطرة فإنها تنفذ عطاياه كلها لعدم المانع. ومن كان مرضه مزمنا ولم يلزمه الفراش فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح، لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت فهو كالهرم. أما إن لزم من به مرض مزمن للفراش فهو كمن مرضه مخوف، لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث، وبشرط أن تكون لغير وارث، لأنه مرض ملازم للفراش يخشى عليه منه التلف، ويعتبر مقدار الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا وقت استحقاقها، فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ، فإن ضاق عنها قدمت العطايا على الوصايا لأنها لازمة في حق المريض فقدمت على الوصية كالعطية في حال الصحة. وهناك فروق بين الوصية والعطية،
فقد قال الفقهاء رحمهم الله: إن الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء. أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة، أما العطية فإنه يبدأ بالأول فالأول فيها، لأنها تقع لازمة في حق المعطي. الثاني من الفوارق أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها، بخلاف الوصية فإن الموصي يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت. الثالث من الفوارق أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال، خلاف الوصية فإنها لا تملك إلا بعد الموت، فاعتبر القبول لها عند وجود الموت فلا حكم لقبولها قبله. الرابع من الفوارق بين العطية والوصية أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها، بخلاف الوصية فإنها لا يثبت تملك صاحبها قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه. أيها المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر في حلقة هذا اليوم، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.